جماهير النادي الاهلي والزمالك، لكن طبعا النادي الاهلي اكتر الجمهور بتاعه. فطبعا في سلاسل كتير سياسيه، فلازم نحترم كل واحد في المركز بتاعه في السياسه. ولما كانوا في البرتغال كان في الانتخابات بتاع رئيس الدوله، قالوا له طبعا ينتخب ده او ده، فما بينتخبش حد ولا بيتدخل في السياسه. وبرضه عشان الحكومه عامه الشورى، فطبعا بيحترم جمهور بتاع النادي اللي هو كان موجود فيه، فما بيحبش يتدخل في السياسه على اساس ينتخب دوت او ما ينتخبش دوت. هو من رايه المفروض اللعيب ما بيتدخلش في اي حاجه سياسيه بره الكوره. طبعا دي حياه شخصيه للعيب، دي من رايه هو. فاللاعب لا يجب ان يكون له شأن سياسي او دخل سياسي. كان بينزل صحيح مانويل جوزيه ينظف الشوارع وطلب فعلا من اللعيبه التبرع بالدم في الوقت ده. سيوما كوزا كي وسي سيوفو لانا هو برا ليمبا هو فاهيا هو اي بيجيو برا جوغادوريس برا دا سانجي على اللي هي الحمله اللي هو التبرع بالدم ده فعلا هي حصلت. هو برضه كان عايز يتبرع لكن طبعا عشان سنه فمش هيقدر يتبرع بالدم. ومراته عندها 60 سنه، هي كانت لو بتتبرع دايما بدمها، لكن طبعا 60 سنه ما بتتبرعش حاليا. النهارده 42 سنه عيد زواجهم النهارده. مبروك يعني، congratulations. And today is your anniversary. Yeah, yeah. 42 years. Yes. That's a long time. Yes. That's a very nice thing. Yes. And she's with you here in Egypt. Yes. ده بنتكلم ان هو العيد الزواج ال 42 لمانويل جوزيه وزوجته، واحنا الحقيقه بنهنيهم على الهواء. How important is your wife in your life? أهمية بقى زوجته بقى. Tell me how important. دي عاملة توازن لحياته. عارفاه طبعا كويس جدا. ورد فعله ايه وبيحب ايه. هو ابتدى معاها. كان عنده 19 سنة ساعتها لما عرف مراته، وهي كانت عندها 14 سنة. 14 years. كان عندها 14 سنة. She was very young. Very young. هو شافها وهي بتعدي من قدامه في الشارع. هو كان مع صديقه. وقال انا هتجوز مع الانسه دي اللي معديه قدامي. هو دايما كلمته واحده. واثبت كلمته واتجوزها فعلا. And you married her when she was 14 ولا you waited a little bit؟ No, we married. She has 18 years old and me 23. اتجوزها بقى لما كانت هي عندها 18 سنة، هو كان عنده 23 سنة. She moves with you everywhere، يعني بتنتقل معاك في كل مكان. Egypt، جدة، all. Except in Angola. Except Angola، ما راحتش معاه Angola. Yeah, because it was a national team. We work in the 22 months and after we finished the match, I returned to Portugal, stayed 1 month in Portugal. ما قعدتش معاه بس في انجولا، لان هو كان بيسافر ويجي كتير شهرين ويرجع، فبالتالي ما كانتش معاه في. Did she ask you to leave Egypt the last time? No. Never. I said I'm not going to leave the Portuguese embassy. They send the government, they send 2 planes, okay, to keep all the Portuguese people. Yeah. And I said no, only I decided to leave Egypt when I saw in Tahrir Square when they crashed, okay? Oh. And nobody moved one finger only to stop this, and the people kill themselves. And I saw mothers with the babies in the arms. I saw fathers with the young kids, 2, 3, 4 years old in their shoulders. And I said, no, I'm not going to stay here to see the people. And my idea about the Egyptian people, the Egyptian people are different than the other Arab peoples. The Arab peoples that I know, of course, they are very friendly. They are very pacific people. And I'm not going to stay here with the curfew. We cannot training, okay? Because the players, they spend almost the time in the night. They not sleep to protect their home. After that, in the afternoon, we have the curfew. I'm not going to stay here to see this. And
We live 10 days and after that we return. هو قال ان هو ما غادرش مصر في المره الاولى برغم ان الحكومه البرتغاليه بعتت طيارتين مخصوص لاجلاء رعاياه، لكن هو صمم ان هو يبقى، لكن لم يغادر الا عندما حدثت موقعه الجمل وشاف الناس بتضرب بعض، المصريين بيقتل بعض، وده مش وجهه نظره عن المصريين اللي هم شعب مسالم جدا، والعرب كلهم شعب مسالم جدا، وبالتالي فقط لما حدثت موقعة الجمل وكان في طبعا حظر التجول، ما كانش في تمرينات، وشاف بقى الأطفال على كتاف ولاده على كتاف أهليهم، وحس إن هنا هناك شيء يعني حاجة خطأ في بتحصل، ووقتها بس ترك مصر في هذا الوقت، لكنه عاد مرة أخرى. مانويل، كيف ازاي قدر يرجع الثقة للنادي الاهلي او للاعبين، لاعبي النادي الاهلي؟ كان في فرق 6 نقط بيننا وبين الاهلي وبين الزمالك. Teve diferença 6 pontos com o Ahly Zamalek. E como você fez que a volta confiança e moral para jogadores? Tínhamos muito tempo, tínhamos 15 jogos, não é? كان خلصناش المباراة. Para mudar as coisas, não é? عشان يقدر يغير فيها حاجات كتير. Portanto, O Zamalek começou, ficou sob pressão imediatamente no momento em que eu vim para cá. أول ما وصل مصر كان الزمالك عليه ضغط جامد جدا وكانت واضحة. Primeiro jogo eles empataram, nós empatamos também. هما أول مباراة هما تعادلوا وإحنا كمان تعادلنا. Era muito tempo, era previsível que nós poderíamos, tivemos muitas dificuldades. كان في صعوبات كتير جدا. Mas era perfeitamente possível ganhar. كان صعب ان احنا نفوز بالدوري دوت. A maior parte dos jogadores que estão no clube كان معظم اللعيبه durante 6 anos e meio. كان معظم اللعيبه اللي هم اتمرنوا معايا قبل كده 6 سنين تقريبا. Eu conheço-os como a minha esposa. وعارفهم زي ايده يعني، حافظهم كويس جدا. Antes de eles fazerem qualquer coisa, eu sei. As reações deles, eu sei. اي رد فعل اللعيبه هو عارف هو هيعمل ايه بالظبط قبل ما يعملها. Portanto, sei como os tenho que motivar, sei como tenho que falar com eles. فعارف الطريق الصحيح ازاي ان هو يخلي معناتهم تعلى والثقه بتاعتهم ترجع تاني. وهم عارفين وعارفين طريقة شغله. هو أول واحد بيدافع عن اللعيبة كلها. Tenho preocupações como se fosse pai deles. هو يعتبر أبوهم يعني، أبو اللعيبة. Tenho preocupações com o presente e com o futuro deles. وطبعا بيقلق من الحاضر والمستقبل بتاع اللعيبة، فهم بيثقوا فيه ثقة جامدة جدا. Minhas conversas não são para dar, enfim, para enganar ninguém, para dar falsa moral. Eu digo aquilo que penso e digo aquilo que sinto. هو واضح معاهم جدا وصريح وبيقول لهم الحقيقة فعلا، ما بيضحكش عليهم في أي موضوع أو أي موقف. E vim para trabalhar e vim para ganhar. هو جاي عشان يشتغل وعشان يفوز بالبطولات. A administração do clube não pediu que eu ganhasse títulos. إدارة النادي ما طلبتش منه إنه يفوز بأي بطولة. Pediu-me para preparar o futuro desta equipa. طلبت منه إن هو يجهز المستقبل للفرقة. Que tem jogadores que lhe deram os anos mais brilhantes da história do clube. إذا في لعيبة عطت بطولات كتير جدا للنادي، عصر الذهبي للنادي. A idade vai avançando, já não tem o mesmo rendimento que tinha anteriormente. طبعا مستوى اللعيب بيعلى، فطبعا المستوى ما بقاش زي الأول خالص، فلازم محتاج إن يجدد من الفرق. Por outro lado, a minha decisão de vir para cá. وقرروا ان هو يرجع هنا تاني. هو جاي عشان بيحب النادي وبيحب جمهور النادي. I will stop here and وبيحب البلد طبعا. I will stop here. Why did you come back? This is a very important. Everybody is asking why. I'm coming from the heart. Yes, not with the brain. You came back from the heart. رجع مانويل جوزيه من قلبه وليس من عقله. Eu vim ganhar menos de metade do que eu ganhava na Arábia Saudita. واللي بيكسبه بنص اللي بيكسبه كان في السعوديه. Na minha idade. وفي سنه 65 سنة نورمالمنت os treinadores procuram fazer os melhores contratos possíveis. طبعا المدربين بيتدربوا على افضل عقود ويكون العقد يكون عالي. والوقت اللي فاضل ان هو كمدرب قليل جدا. فبيدور طبعا انه بيكسب فلوس كتير، مش هو يعني المدربين يعني عامة. وهو عامة ما بيحبش يجري ورا الفلوس يعني. E vim porque senti que o clube precisava de mim. هو حاسس ان النادي محتاجه في الوقت دوت. Era muita gente a telefonar. وناس كتير كانت بتتصل بيه. Principalmente meu amigo Khaled Mortaghi. وخاصة خالد مرتجي كابتن خالد. 10 مرات في اليوم بيتصل بيه. ولا لم ينجح جوزيه في السعودية. هو بس انه ديو سيحت لنا عربي سعودية. Não gostei, é diferente. لا هو ما عجبوش هناك. Não tem nada a dizer mal de ninguém. وما قدرش يتكلم أي حاجة غلط عليهم هناك. A minha relação com as pessoas dentro do clube foi boa. علاقته مع الناس في النادي ممتازة جدا. Mas era muito difícil a nossa vida na Arábia Saudita. لكن الحياة عامة هناك صعبة جدا في السعودية. Pelo clima.
عشان الجو كمان امكانيات البلد طبعا ظروف البلد وصعبه جدا بالنسبه لزوجته برضه زوجته ما كانتش مبسوطه هناك سعيده وهي مش واخر مباراه طبعا هو اخذ قرار ان هو عايز يمشي من غير ما يزي حد ولا حد يزيه فمشي وهو كان موجود هناك ما خسرش اي مباراه خلال الفتره موجود Did you pay the penalty in your contract in Saudi Court? لا كنت سالته اذا كان دفع الشرط الجزائي في العقد السعودي فقال لا بس how can you break a contract in the middle? No, we made a friendly agreement. An agreement. Yes. Mm. يعني كان يعني قال ان هو خرج من 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 الاتفاق مع النادي جده السعودي باتفاق يعني خرج من الكونتراكت باتفاق. And there was a gentleman with me. وكانوا gentlemen يعني كانوا رجال محترمين معاه في السعوديه.